أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دوفوركوفيتش أن موسكو تنتظر الرد من السلطات المصرية بشأن بروتوكول أمن المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وكان وزير النقل الروسي ماكسيم سكولوف قد أعلن في وقت سابق أنه يتم النظر في قضية استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر على أعلى مستوى. كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا بأن روسيا تتوقع في المستقبل القريب إمكانية حل قضية أمن الطيران في مصر بشكل كامل، وأن موسكو تثمن الجهود التي تبذلها القاهرة.